شلومو. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف، ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئة الله. كيف أنتقل من مشيئتي إلى مشيئة الله؟ في مزمور 25 يقول الرب يعلم خائفيه الطريق. كيف يعلمني الرب الطريق؟ عندما أدخل إلى ذهن الله وأكون مع الله سيعلمني الرب كيف أختار. في الحقيقة أنه الرب ما يختار عني، الرب يعطيني أنا المواهب وأنا اللي أختار، لأن أنا عندي طاقات، وهاي الطاقات هي النعمة الكبيرة اللي خلق الله فيه بداخلي، فعلمني الرب كيف أختار. ولذلك يجب أن أدخل إلى عقل الله وأشوف ما هو اللي يريده الله مني. هو يعلمني الطريق وأنا أختار الطريق، والطريق اللي أختاره راح أختاره بحسب مشيئته لا بحسب مشيئتي وأهوائي. ولذلك حتى أنتقل من مشيئتي الشخصية إلى مشيئة الله، الشيء الأول اللي أعمله أن أكون نافع للآخرين باسم يسوع. أكون نافع للآخرين في اسم يسوع. هناك مملكتين تتصارع على الأرض، هي مملكة الله واللي أنا جزء منها، والمملكة الأخرى هي مملكة إبليس. فإذا ما عملت أنا في مملكة الله وفي حقل الله حتما ومئة بالمئة سوف أعمل في مملكة إبليس، لأن أنا مملكتي الشخصية القائمة على اللا هدف راح يستغل إبليس، وراح يدخل من خلاله، وراح يجي يخليني أغتر بكل أمور العالم من أجل تحقيق مصلحتي الشخصية. ولكن هذا ما لا يريده الله. الله يريدنا نعمل في كرمه وفي حقله ونكون نافعين للآخرين. الكاهن هو رجل الله، عندما يقدس ويقدم الذبيحة على المذبح يتحد فالله، أو عندما يمسك الخبز والخمر اللي يتحول إلى جسد ودم الرب الحقيقي. والناس المؤمنين قاعدين في الكنيسة على المصاطب كأناس يسمعون القداس ويشاركون بالقداس، ولكن في أعمالكم كل إنسان في عمله هو كاهن متحد بالله. كل إنسان في عمله هو كاهن ولديه مذبح، فيجب أن يكون قلبه مع الله لكي يقدر أن يخدم الآخرين وأن يكون نافع للآخرين في عمله. ولذلك لو تشوفون الرب يسوع من كان يكلم التلاميذ قبل القيامة، كان يقول لهم أنه ابن الإنسان راح يصلب ويتألم ويموت، كان يقول له حشاك يا رب. ليش حشاك يا رب؟ لأن هذا الشخص اللي وجدونه اللي راح يحقق لهم كل ما يريدون، فكل شيء ممكن يحكي إلا على موضوع الموت، لأن موضوع الموت راح ينزع من عندهم كل رغباتهم. ولكن أبد ما كان عندهم مشكلة من بدء التبشير، ما كان عندهم مشكلة لا بالاستشهاد، ولا كان عندهم مشكلة أن يقفون أمام الناس ويتكلمون جهرا عن يسوع المسيح، لأنهم مدركين حقيقة القيامة. فأحبائي اللي ما يقدر ينتقل من مشيئته الشخصية اللي تحقق رغباته اللي إلى مشيئة الله التي تحقق إرادة ومشيئة الله فيه وبالآخرين، معناته هذا الشخص ما استفاد أي شيء من القيامة. والرب يسوع علمنا في أجمل وأروع صلاة، يقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني يا رب يا يسوع،
أنه أنا أعيش ملكوتك عندما تكون مشيئتك في حياتي. ما تريد أنت في السماء هو اللي راح أعمله أنا على الأرض. لذلك يقول في رسالة يوحنا: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، فالذي يحب العالم لا تكون محبة الآب في قلبه، لأن كل ما في العالم من شهوات الجسد وشهوات العين وترف المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم سوف يزول وشهوته تمضي، أما الذي يعمل بإرادة الله وبمشيئة الله فيبقى إلى الأبد.